رجعت لكم بعد الفاصل. كل اللي عملته اني انا صفيت الشوربه علشان انقي الفول احطه واشيل البصل واشيل الجزر، ومش بنحط برضو كل الفول، يعني احنا بنحط حاجات بسيطه تيجي كده في المعلقه. الملوخيه عايزه اقول لكم على حاجه، واحنا بنشتري الملوخيه نجيب ملوخيه اللي عودها كبير وتخين علشان المادة اللزجة اللي هي اصلا جوه الملوخية دي اللي بتديها العرق اللي احنا بنقول عليه، كل ما كان العود تخين كل ما بتبقى بتطلع اكتر على الملوخية. الورقتها تكون كبيرة وما تكونش بتلمع، في ناس بتتغرد تلاقي الملوخية تقولك دي ورقتها بتلمع ما بتطلعش حلوة. نجيب الملوخية اللي ورقتها خشنة شوية والورقة نفسها تكون كبيرة، واحنا بنقطف الحتة اللي فوق خالص في الملوخية التاج بتاع الملوخية ده ناخده بحتة صغيرة من العود، العود هنا بيبقى طري وغض. ولما نغسل الملوخية طبعا بعد ما نقطفها ونغسلها كويس جدا ما نسيبهاش تنشف قوي واحنا بنخرطها، شوية مية خفيفة مع الملوخية في التخريط بتخلي ليها عرق شوية. انا طبعا لما صفيت الشوربة ما حطيتهاش كلها في الحلة، سبت حبة هنا علشان اخد ادوب الملوخية وبعد كده اديها على حسب ما هي عايزة. هحط بقى الملوخية عندي هنا وهبدأ بقى اقلبها ادوبها في الشوربة. هتفك معايا على طول. انا كنت مقللة الفلفل الاسود شوية علشان ما يغمقش الشوربة، مع كتر الغليان بيغمقها، انما بعد ما نحط الملوخية في الاخر خالص قبل ما نطفي عليها على طول نحط شوية فلفل اسود هيدوها طعم جميل ان شاء الله. بصوا بقى يعني لو احنا عايزين ايه يبقى معانا حاجتين قصد بعد كده نفك بيهم، شوكه قصد المعلقه ونفك بيهم الملوخيه. ما شاء الله الملوخيه هنا عامله عرق جامد، هي كمان تخينه هضطر ازودها شويه. والسماكه بقى بتاعت الملوخيه دي زي ما احنا نحب، حطه بس هنا كده عشان امسحه، زي ما احنا نحب يعني اللي بيحبها تخينه، بس كل شيء في الوسط كويس، يعني كل شيء في الوسط حلو، ولا تخينه قوي ولا خفيفه قوي. بصوا الحركه الدائريه دي كاننا بنعمل بشاميل، يعني الى حد ما بتفككها. هفكركم الرز على النار بتاعنا هو شغال، احنا عملنا فيه ايه؟ احنا قدحنا مستكه مع الزيت مع الحبهان واللورا وشوحنا الشعريه، وبعد كده حطينا الفول النبي تشوحناه، وبعد كده الرز، وبعد كده حته البصله مع الملح والكمون، ولو عايزين فلفل اسود نحط، وسقينا ميه سخنه. لو مش عايزين ميه سخنه مش مشكله، هي بس علشان اختصار الوقت مش اكتر. طبعا انا ما اعرفش بقى سمك الملوخيه بالاسلوب ده، اجيب كبشه، بالكبشه بقى نعرف سمكها. وبعدين بصوا حلوه وعامله عرق ازاي، لو لسه فيها حاجات ما دابتش. هي هنا برضو الفول النبي تساعد على تدويب الحاجات اللي فيها. بصوا هي ممكن تاخد شويه شوربه كمان صغيرين، وطبعا الشوربه سخنه كل حاجه بستخدمها معاها سخنه بتغلي. بصوا بقى احنا واحنا بنعمل قهوه عشان تطلع بوش بنعمل ايه، بنلاقيها عامله فقاقيع رفيعه من الجناب ومن النص لسه البكبكه ما وصلتش للنص، نفس القصه في الملوخيه. بصوا البكبكه تبقى في الجناب قبل ما توصل للنص نطفي. بس انا عايزه اجيب معلقه وادوق ملحها. ملحها مظبط جدا، بس هي بقى في الاخر بنروح عاملين كده رشه صغننه كده سكر بتدي طعم كده حلو للملوخيه مع رشه ايه؟ مع رشه الفلفل. بصوا يعني عرقها جميل جدا سمكتها حلوة قوي. افتح بقى عشان اعمل التقلية. تقلية الملوخية بقى بتبقى حلوة قوي بحتة ايه؟ بحتة زبدة سمنة. انا هشيل الملوخية دلوقتي خلاص. بصوا بدأت اهي، ما سيبهاش تغلي، اروح شايلها على طول. وممكن بقى نعمل ايه؟ نحط هنا تقلية مكانها، بس يسخن الزيت. وهجيب الكزبرة الناشفة والثوم،
هي عايزة عشان طبعا الشوربة هنا خفيفة، فهحط حتة سمنة كمان. وهنزل بالتومة. احلى حاجه واحنا واقفين بنعمل اكل وعارفين ان الاولاد هيجوا من بره يشموا الريحه، بقى الله احنا شامين ريحه اكلك يا ماما من واحنا بره. انا بحط معلقه كزبره ناشفه هي اللي بتحلي. عشان انا مش عايزاها تتحرق، فعايزاها تاخد السخونه بهدوء، فحسيت انها سخنت قوي شلتها من على النار. بصوا انا هنا ما حطيتش تومه نيه غليت معاها، علشان انا عاملاها بالفول النابت، الفول النابت سنه تقيل شويه، فمع التومه النيه ممكن هيتقلها، فاكتفيت بالتومه بس اللي من على الوش. يعني الملوخيه الثانيه بنحط معاها كمان تومه نيه جوه. تغلي غلوه معاها، بس انا هنا عشان الفول النابت ما حبيتش احط غير هي بس التقليه من على الوش. بصوا يا دوبك تبقى لونها ذهبي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحطها على الملوخيه. ما نسيبش اي اثر للتقليه بره. ريحه التقليه مع الملوخيه جميله، وشوفوا لونها وخضارها حلو ازاي. دلوقتي بقى يعني عندي ملوخيه وعندي رز. انا بصراحه عمري ما شهقت على الملوخيه، ناس كتير يقولوا الملوخيه لازم نشهق عليها عشان تطلع حلوه، بس انا عمري ما شهقت على الملوخيه يعني، ولا مامتي بقى، ولا مامتي الله يرحمها كانت بتشهق عليها، مع ان مامتي انا كبيره، فمامتي من الجيل القديم قوي يعني، بس عمرنا ما شفتش حد في العيله عندنا بيشهق على الملوخيه. هي واضح انها بتبقى تراث عائلات. يعني وبتطلع الحمد لله الملوخيه حلوه، كلنا في العيله مشهورين بان الملوخيه بتاعتنا حلوه. انا بقطع الطماطم عشان اللون الاحمر يكسر حده الالوان شويه، وفي نفس الوقت هي يعني اي خضار طازه بيبقى فيه فيتامينات، اي خضار طازه بيبقى فيه كميه فيتامينات بيبقى حلو، يعني كانه سلطه. ده غير طبعا طبق السلطه الاساسي اللي احنا المفروض نعمله جنب كل اكل، يعني انا مش بعمله كل مره عشان ما تزهقوش مني، بس انتوا لازم تعملوه كل مره. بس انا لو كل مره عملت سلطه هتقولوا هي قبل ما نال بتطلع كل مره تعمل لنا سلطه، خلاص زهقنا. اشوف بقى الرز بالمعلقه كده، بدأ الرز ده هو يطبل، يعني معنى كده انه خلاص هغرف الملوخية ونغرف الرز. هجيب انا مجهزة طبق اغرف فيه الملوخية، احط تحتها طبق تاني. واقرب الحلة، نشيل بقى كل الحاجات دي من هنا ونروق. حببوا ولادكم في الحاجات الاكلات اللي هي الشعبيه، يعني الفول النابت، علشان دلوقتي ما بقيناش نروح السوق وما بنلاقيش فول نابت بسهوله، ما نعملهوش والولاد يطلعوا مش عارفينه، لا احنا ننبته في البيت، ده حتى انضف، احنا منقيين الفول اللي بننبت بيه، يعني ضامنين ان ما فيش فوله مسوسه، ما فيش فوله فيها حاجه وحشه، فخلوا ولادنا يطلعوا عارفين الحاجات دي، لقيناها حاجات جميله قوي. يعني احنا في الشتاء لو احنا قاعدين وبردانين، فطار يوم جمعه او عشاء يوم خميس وصبحين كده عندنا اجازه ممكن بالليل وهم قاعدين باردين بردانين عاوزين ياكلوا حاجه فيها شوربه، نعمل لهم شوربه نابت خفيفه. يعني الحاجات دي خفيفه ومش مكلفه، وبعدين مش مرهقه برضو لمعدتنا، يعني احنا بناكل حاجه خفيفه ما هياش لحوم ما هياش طيور، اوقات كتير بنبقى محتاجين لده. فعودوا ولادكم الاكلات اللي بدات تقل نتيجه لاننا ما بقيناش نروح اسواق بنروح نجيب من السوبر ماركت ومش بنلاقيها، لا نحاول احنا نجيبها لحد ولادنا في البيت ونعملها، ده حتى هيفرحوا لما يشوفوا ونشرح لهم بصوا الفوله كانت صحيحه، ولما حطينا عليها الميه وسبناها كل يوم
بدأت تنفش المية شوية وبدأت تكبر وبدأت القشرة، نوريهم المراحل ويعرفوا قد إيه سبحان الله ربنا خلق لنا حاجات جميلة، وإن إحنا لو خدنا الفولة دي وزرعناها هتنبت وتطلع لنا ورق أخضر. هتحس كده إنهم بقى عندهم إحساس لما يشوفوا حاجة بتكبر قدامهم، حتى لو فولة وبتنبت قدامهم، إحنا كده بننمي جواهم شيء جميل. أنا كده هطفي على الرز وهغرفه. أنا جايبة هنا إيه؟ أخد معلقة أغرف بيها، أساوي بيها، بس أغرف بيها. خلوا بالكم لو بتقلبوا في قالب ألومنيوم يبقى إيه؟ الأسلم طبعاً، نمسكه بفوطة وإلا هيلسعنا وهنروح رمينه من إيدينا. بصوا الرز مفرفط من بعضه إزاي؟ يعني أكلة زي دي هي فيها البروتين بتاعها. الرز هو نشويات، والملوخية الخضار، والفول هو البروتين. لو إحنا في اليوم ده عملناها والصبح فطرنا ببيض أو بالليل فطرنا اتعشينا ببيض، يبقى دخلنا مع البروتين النباتي بروتين حيواني زي البيض بيعزز من قيمته، وفي نفس الوقت يبقى اليوم عدى علينا أكلنا فيه حاجات فعلا مغذية، حاجات جميلة ومن أكلنا اللي متعودين عليه من أكل بيتنا، وفي نفس الوقت حاجات صحية وجميلة. على فكرة أكل البيت حلو، حتى لو كترنا السمنة كترنا الزيت، إحنا بنكتر في حلة، والحلة دي بياكل منها كام واحد؟ يعني برضو نصيب الفرد الواحد قليل، غير بقى كمية الدهون اللي في سندوتش بنشتريه جاهز من بره عشان طعمه يبقى حلو، بيملوه دهون ويملوه توابل عشان طعم السندوتش الواحد بس يبقى حلو. فإحنا مستفيدين بكل الأحوال لو كلنا جوه بيتنا. ده غير بقى تكلفة الحاجة اللي بنعملها في بيتنا أقل بكتير من اللي زيها جاهزة، وفي نفس الوقت طعمها أحلى. بس أهم حاجة بس أساوي الطبق ده كده كويس، علشان إيه؟ الرز اللي بالشعرية بيبقى ربنا بيستر بيفرط من الواحد، فإن شاء الله بس يثبت. بسم الله الرحمن الرحيم. طالع شكله جميل. ايه رايكم بقى في وصفاتي اللي قدمتها لكم النهارده؟ يا رب تكون عجبتكم ورجعتكم لايام جداتكم بقى لما كانوا على طول بينبتوا الفول والحاجات الجميله ديت، وعلى طول الخير موجود عندنا في البيت. واستنوني في يوم جديد من ايام روايح من بلدنا عشان نعمل مع بعض حاجات اجمل واحلى.